السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق للتطبيقات الكتابية. هذه الحصة تندرج في الأسبوع الثاني من الوحدة الأولى الحضارة المغربية، المرجع واحد الكلمات العربية للمستوى الرابع. إذن تطبيقات كتابية في دفتري، أقرأ النص قراءة صامتة ثم أكمل ضبطه بالشكل التام. إذا نقرأ قراءة صامتة ثم نضبطه بالشكل التام. قامت في المغرب حضارة ازدهرت وتكاملت عبر العصور، وكانت تزداد ثراء وتفتحا بمرور الأجيال وتعاقب الدول. الشيء الذي تدل عليه الآثار الباقية والتقاليد العريقة والتراث الثقافي والروحي والقيم التي تطبع الشخصية المغربية بطابع خاص. إذن قامت في المغرب حضارة ازدهرت وتكاملت عبر العصور، وكانت تزداد ثراء وتفتحا بمرور الأجيال وتعاقب الدول. الشيء الذي تدل عليه الآثار الباقية والتقاليد العريقة والتراث الثقافي والروحي والقيم التي تطبع الشخصية المغربية بطابع خاص. أفهم متى ازدهرت الحضارة المغربية؟ وما الذي يدل على ذلك؟ إذن ازدهرت الحضارة المغربية عبر العصور. الذي يدل على ذلك الآثار الباقية والتقاليد العريقة والتراث الثقافي والروحي والقيم التي تطبع الشخصية المغربية بطابع خاص. إذن ازدهرت الحضارة المغربية عبر العصور. الذي يدل على ذلك الآثار الباقية والتقاليد العريقة والتراث الثقافي والروحي والقيم التي تطبع الشخصية المغربية بطابع خاص. أطبق الصف والتحويل. أستخرج من النص مثالا لكل نوع من أنواع الكلمة: اسم، فعل، حرف. إذن اسم المغرب، فعل قامت، حرف في. إذن الاسم المغرب، الفعل قامت، الحرف في. أبين في ترسيمة نوع كل كلمة. قامت في الدول تدل. إذن قامت فعل، في حرف، الدول اسم، تدل فعل. إذن نرسم ترسيمة بها أربع خانات. إذن فعل قامت، حرف في، اسم حرف، اسم الدول فعل تدل. إذن الفعل قامت، في حرف، اسم الدول فعل أيضا تدل. أستخرج من النص جملة مفيدة تناسب الترسيمة الآتية. إذن اسم، حرف، اسم، اسم. إذن تبدأ باسم يليها حرف. إذن تفتحا بمرور الأجيال. إذن تفتحا بمرور الأجيال. تفتحا بمرور الأجيال. أغني تركيب الجملة التالية بكلمة فكلمتين ثم ثلاثة كلمات. إذن تعاقبت الدول. إذن تعاقبت الدول على التقاليد. والثراث والقيم. تعاقبت الدول على التقاليد والتراث والقيم. أغير تركيب الجملة الآتية: القيم تطبع الشخصية المغربية بطابع خاص. إذن كما تلاحظون فالجملة تبتدئ باسم، إذن سنجعلها تبتدئ بفعل. إذن تطبع القيم الشخصية
المغربية بطابع خاص. إذن تطبع القيم الشخصية المغربية بطابع خاص، تطبع القيم الشخصية المغربية بطابع خاص. الإملاء، أستخرج علامات الترقيم الواردة في النص ثم أضعها في جدول وأسميها. إذن علامات الترقيم الواردة في النص لدينا الفاصلة، الفاصلة المنقوطة، والنقطة. إذن علامة الترقيم فاصلة، اسمها فاصلة، فاصلة منقوطة، والنقطة. الإنتاج، أعبر عن مشهد الصفحة 14 بثلاث جمل مفيدة ثم أربط بينها لأكون فقرة مرقمة بالعلامة المناسبة. إذا نعود للصفحة 14. إذا الصورة تعبر عن المسيرة الخضراء. إذا في ذكرى المسيرة الخضراء حمل المغاربة الأحرار الأعلام الوطنية وصور جلالات الملك والقرآن الكريم وانطلقوا نحو الصحراء المغربية لتحريرها، فما أروع بطولات المغاربة. إذا انتبهوا لعلامة الترقيم. في ذكرى المسيرة الخضراء حمل المغاربة الأحرار الأعلام الوطنية وصور جلالة الملك والقرآن الكريم وانطلقوا نحو الصحراء المغربية لتحريرها، فما أروع بطولات المغاربة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. قبل إغلاق الفيديو، فضلا وليس أمرا، من تصلوا قناة نزال التعليم لأول مرة، الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم دائما كل جديد، ولا تنسوا مشاركة المقاطع مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة، وترك بصماتكم وتعليقاتكم المحفزة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.